الله يقويك. امشي الغدرة. تصويت المتسابق صالح بلول. ترى غترة كذي يزعلونه. شوف شوف طوله شوف. تبغى تشوفها يرجع. يسهل وصولكم الى الاول مع الجمهور. عزيزنا المتسابق برايفت جسر وصولكم الاول مع الجمهور. هذا عاد عطنا يا منيب عطنا سبيكر عشان نادي العيال. عيال تكفون عيال ولوني ابو داحم ابو منيب مشعل منيب منوبي منيب بقرة اللي يطلع كله منوبي يكذا مسك بقرة كل شيء حسبين يا عيال برايفت حسبين روح عليهم اتش دي مباشر بداية اتش دي مباشر انا كنت ابي واحد يعزز لي شرف بعد اذنك يعني انت ما خليت في هذا قلت طبيعي خلاص الله يوفق رحنا كيف حالكم يا جمهور عساكم بخير عايض الحارثي ما بنوصي ولا بنكثر كلام انت كفو والكلام يعجز عن التعبير عندك فخورين فيك رفعت روسنا واثقين بالله بالله ثم بك وباذن الله انك للنهائي وفالك الاول يا بطل استاهل عايض استاهل ابو علي استاهل ابو علي ابوي يستاهل صراحه والشباب كلهم يستاهل طلع نسبة القبول لا متدنية اليوم نسبة القبول أنا عندي كل يوم قبول حتى معجب معجب الأخطاني معجب اللك يا معجب يا معجب المعجب القحطاني شكرا على كل اللي تقدمه ابداع طول 59 اليوم الماضيه حافظ على هذا الرتم جمهورك ما يرضى بالقليل ابدا وتاكد انك شخصيه مميزه وحضورك دائما ملفت نشكرك من اعماق القلب على تواجدك في البث وعلى ابداعك المستمر تاكد اننا داعمين لك دائما شكرا يا استاذ استاذ هناي شكرا يا هناي لا تم وزعوا الوزن نادر عط هذيك مرحبتين ومسها لا ما يبون يا مرحب النادر عجبي تأكد إن حنا معاكم وناد عمك تذكر واحد أقرأ واحد أقرأ واحد أقرأ النادر العجبي تأكد إن حنا معاك طيب أقرأ تذكر أن جمهورك معاك كل شيء وحنا فخورين فيك كثير ومحظوظين فيك تعبك وجهدك لن يذهب السدى سيزهر حلمك يوما ما وستكون ما تريد جمهورك فخور بكل ما تقدمه يا صانع البسمة يا ذو الأخلاق العالية استمر وحنا معك يا بطل. ليش طلبتهم طيب؟ الله يجعلني والله أبدعكم وابشروا والله بالسعد وابشروا والله بالنهاية. ابشر بالسعد يا ابو سعود. أوريك وعليك أضبط. وجه الله يا وجهي يا ولد. لا وزود على وجهك الو الوحيد الوجه حوسه أنت. محمد جابر انتهى. يا محمد جابر ما قصرت بداية خلال التفاعل والحضور والريالتي. وهالفترة بالذات أبدعت لكن نبي منك المزيد. بما أن آخر شهر لكم على خير احضر الفقرات والصلوات ولا تغيب وحافظ على رصيدك ولا تطالع الكاميرا لا تطالع أبو جابر ما زلنا نطمح الكثير قدم كل ما عندك وفالك أحد المراكز يا رب يستاهل أبو جابر أي مركز لو الأخير حتى الأخير شكرا يا آر يستاهل أبو جابر أبو جابر وجهك مرم يا ماجد أحد ملكمك بسام بن عشق أولا متى ما ضقت أضرب بنا سبع البحور وأبشر بميقافة مثل من تتهاقى كفو أبدعت وامتعت طيلة الأيام اللي مضت وكنت أنت الرقم الصعب أبهرتنا بحضورك الجميل الفارق تألقت وتميزت نشكرك على عطائك وتفردك فخورين جدا فيك وفي كل اللي قدمته ودندن وغندام القوة العومة معك كفو الله شكرا يا لمال شكرا من اخوي الله يجمل الفقره يا اخوي كلامهم هذا يا ولد ودك تقوم وتركض تسوي ريل الكلام هذا لو كبر خشمي عزلك مش على صوتك يا رجال العب وصار عسي الى عد من حسين البيت تفضل ما عليكم تك عطس هذا بقره بقره تك في البلاد تك بقره بقره عطس هذا يا منيب طيب تحاكم حياتي الى عبد المحسن ال عبيد شكرا لانك مبدع للحد الذي يفوق توقعاتنا ولا يخيب امالنا شكرا لانضباطك الذي هو محل تقديرنا ووقود دعمنا لك شكرا لأنك حين وعدت أوفيت وكلما اعتليت مسرح الكرنفال تفوقت وأسعدتنا بمركز واصل تقدمك يا نجم وفالك المركز الأول الجميع الجماهير وفرج دقة بيض الله وجهه على كتابه حق الغامدي ترى يضرب فيها المثل بالله والله إنه شيء يضرب المثل في كل علم غانم بيض الله وجهكم جميع والله لو ما قدرت معجب لن طلبها انا عيني قدرت تشوفها سعنونه شوف مبلي والله سعنونه مبلي الله يوفقك والله ما اشكي والله كان حقت شغلات الله يوفقك مبلي الله يوفقك
يجي عندك هو يبغى حنيف بس وجه عزيز جاي بقرا بقرا بحنيف لا تقرا وانا بقرا لعوالي يا احمد حنيف ابدعت وتميزت وابهرت في الريالتي حققت نجاحات في الايام اللي طافت في داخلك الكثير من الابداع والعفويه اللي شفناها من قبل حضورك مهم وفارق على الشاشه لك جو مختلف بالريالتي نشوف فيك الشيء الكثير استمر على رتمك المتصاعد والمتميز لا نوصيك عن نقاط حافظ عليها وخلفك جمهور كبير الله الله عليك يا حمودي الله يجعلني افداكم شخص شخص الله يجعلني طيب كيف يشرب كلام قيس قيس ترني ادوخ خلاص استر يا الليموني اذوب انا على الليموني يا زعفران كبر وجهي كبر يا رجل وشعري هو ليه خشمك هو ليه شغل مايك ها شغل مايك لا شغل لا لا يعني راسك مايك يا غبي يو يا معجب ليش دبات في كل فقره طولت انت ترى والله وجهي في البرايم يذب الفهد القيص فارق عن جميع الناس والفرق كايد مثل فرق النجوم الباقية والثايقة ابدعت واثبت نفسك بكل قوة وجدارة رزقك الله القبول ومحبة الناس نتمنى انك ما تغيب عن البث وتكثر من الجلسات العفوية والريالتي والتفاعل تواجدك معهم وحضورك فارق جدا جدا نتمنى لك التوفيق الله يرحم والديكم وان شاء الله عند حسن ظنكم وابشروا بالسعد وان شاء الله للنهاية كفو اللي يقول الاول مشروب فنجال كفو والله انت اكلها والله اخ والله انت اكلها والله ابشر بالسعد والله اخ كفو 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 سلمان بن مله السلام عليكم عليكم السلام الحب سلام ماجد رشيد يا الباهي رحمه العزيزي ايوه ارحب حي يلا بقرا بقرا هنا طحوشي 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 عبد الرحمن العزيزي نافست بإبداعك وارتقيت بذاتك وصنعت لنفسك بصمة لازلت متفرد ومتميز أنت من أردت أن يكون النجاح جزء منك ونلت مرادك استمر بكونك شخص ناجح لأن هذا الذي يليق بك نتباهى بك دائما فخورين فيك جدا كفو 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 استاذ أبو داح الله يجعلني عند حسن ظنهم وله انت يوسف وابشروا بي في ذي وفي غيرها كفو يا طحوش كفو خلاص قدم يعرفون طحوش ايش يا كياد طحوش هذا اسم لي وانا صغير احمد هنيف حيد العين كان وحده وكان ولع يا جميل يعني قول الحق الجميل حركاته بابا جميل العتيبي الشهر الاخير الجميل عتيبي الشهر الأخير من البرنامج يعتبر ذروة البرنامج نتمنى تتفاعل أكثر وتتواجد بكل وقت رتمك بالبرنامج في تصاعد وأصبح فارق عن أول بكثير ابتعد عن الغياب والخصم واستمر بأفكارك وخروجك عن المألوف وواصل عطائك وابقى على سجيتك وعفويتك المعروفة وفالك التوفيق والمركز الأول يستاهل يستاهل والله أبو نايف والله يستاهل بيجي بيجي تعبان تعبان بيجي للحين تعبان يا جميل مايك الله يا لا بيجي كيان بيض الله وجه شك كيان وابشر بالسعد تعبان في وعكه شويه انت وجماهير كلهم وابشروا بالسعد وجل همومكم يا ماجد شلت صاحب لوي قلت سابقا خل يلا قول 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 قلت سابقا النجوم اللي تراقبني وانا جالس مكاني مستعد اسهر لي عليها القصيره والطويله الله ونحن كداعمين لك نعلم انك تبذل قصارى جهدك لتقدم لنا وللشاشه وكل ما لديك من شعر والجلسات العفويه والنقاشات المثيره ورسائل مباشرة وغير المباشرة جمهورك معك وفخور بكل إنجازاتك كفو أبو يوسف أبو يوسف أبو صلوح صدقني صانيه ويقول أبشروبي حكيم القرية ماجد سيدي صدرك يا ماجد أي لا عرفت بطالع هنا شوكات لا والله أني ما تو صاحب إيش تبرر إيش تبرر قلي ما أنا مهتم لا مين بقسك يا حبيب ماجد الرشيد الدعم طيلة الأيام الماضية أثبت نفسك تميزت وتألقت خلال 35 يوم ولازلنا نطمح بالمزيد يا نجم تأكد داعمين لك بكل خطوة تخطيها حافظ على نقاط كرة تغيب عن الصلوات وعلى الفقرات وجودك مهم على الشاشة وفالك التوفيق سلام أبشر والله بكل خير اسمع الكلام أبشر والله بكل خير بإذن الله بإذن الله معكم إلا الأول بإذن الله أحسن لا ممنوع تكتب حسابها والله إيه والله
الله يخلي لك هذا الجميع المتسابقين للمجبول. ما ودكم يجوزون مرتاح قلبي. مشعل القحطاني سعدت بلقائك، انت انسان بناء، الله يسعدك. النجم الساطع الذي يلمع بكل حزه، الاولات بكل حزه وهو الذي زرفان قعد جنبي ابو. لا والله اني احبه يده، الله يجعلني بدك. ما تهبل اللي يحبك ابو صالح. هذه بالربع، هذه بالربع وعلي عساف. وراكم جمهور من الكويت، فخورين فيكم جدا جدا، خير من يمثلنا. اتمنى من هذه يخلص شيلة علي العساف باسرع وقت، ونبي نسمع سحر البيان. سحر البيان بصوت هادي. السلام، احضر الفقرات. وهادي اتمنى ما عاد نشوفك ببرايم. مستحيل هذه صعبه، بس بنحاول لان تعبنا وحنا نتوتر كل اسبوع. عسى ربي يوفقكم. استاهلوا والله، استاهلوا. مكتوب من طيري. طبعا في شيله بالعلي عساف شيلها. هاي هاي حصريه، حصريه تهتم بالعساف. زيد معي عساف ادام شقه الله يسلمك. نجمع مرعي، عندي تكفى، عندي مرعي بقرا هذا بعدد لك. اوكي الطموح بعدد لك. لا هذا يعني اقراها. الطموح بعيد والنظره بعيده يا سلمان ملحي، واثقين بقوتك وبعطائك وبالرياليتي اللي تقدمه، وكل يوم يزيد حد الابهار والامتاع. لا توقف ولا تكتفي، نحن معك وما زلنا، وستنتهي الحكايه بالتتويج باذن الله. خليك مثل ما انت، ذو اثر جميل. هلا بملاي، هلا سلمان. استاهل والله سلمان. ما معكم رسائل لي؟ مني ومني. لا 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 لا، شد اخي طوروا مني مني. بجي 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 مطوله بجي. صوتك يذكرني نادر. نادر قطاع يعني اقرا اقرا جدك اقرا ما تلقى اللي ما خلصت. الله عليك اقرا للساطع الفارق مشعل بن مرعي. جيت وانت كلك طاقه وكلك عفويه، شخص على سجيته وطبيعه البرنامج الفضنفاس الاخيره. لا تروح في نوم مخالفات وخصومات، استغل كل لحظه، تاكد ان وجودك جدا 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 فارق وجميل. لا تحرمنا جمال صوتك وسواليفك وفصلاتك الحلوه، وبالتوفيق يا نجم. صفقه صفقه يا شباب. الله يجعلني فداك يا اخي، وخر شوي. الله يجعلني فداكم، ويجعلني ان شاء الله عند حسن ظنكم، وان شاء الله باذن الله اني على التتويج ان شاء الله. تلفت الناس لا مريت، كسر ارقام خلق الله. هذه نظره ولا رصاصه؟ يمها لا رصاصه، يمها ما شفت كيف غمل البنا. غمل حلو والله. هي وصلت معي. خلاص خلاص انا اعرف. كريم اليوم خمس فواصل عسير بتجي، انا عارف البدايه دي، هذا عارفها. تبدا الصبح اليوم بدت بدري، عارفها خمس فواصل. ابي وجه الله، الله يعين من العتاب. ما خليه ابحث الرجال، فانا مكانه ما يحاش. قلبي اللي ما فرق صدنا ولا لا. خلاص بن محسن الله يرحم والديك، اصمت له بعد ابراهيم. بس بعد ابراهيم هذه رساله رساله لمن ذي؟ اوه طق ماجد. هذه رساله، لا هنا ماجد. الكاميرا ضاعت، الكاميرا. اوه لمحمد الدنع صاحبه. اقرا يا مشعل. محمد كمل صاحب عنده ما قرا. الصوت الجميل والصوت العندليب، الله. شخص محترم ومتفرد باخلاقه النبيله، والله. حضور فارق وتفاعل مبهر، شخصيه من الشخصيات المهمه في البرنامج. هذه صادق فيها. نتمنى منك المزيد من الرياليتي والتفاعل والجلسات الجميله. شخص يستحق الوصول للنهائي. فالك التوفيق. استاهل 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 ابو ناصر. يا سلام، تحيه ثانيه عشان ولد فريقنا. مو ولد فريقنا، مو ولد فريقنا للجميع. وقتكم الثمين الان في اخر اوانه، والبرنامج في اخر محطاته. قدموا وابدعوا، باقي في وقت للابداع. الايام سباقه، لا تروحوا انتما. ايش في؟ بكر ما خلدتوا الا انا كمل. لا تروحوا انتما خلدتوا انجاز يذكر. نوعوا الجلسات والاشخاص، التكرار يجيب الملل. فالكم التوفيق يا رب، وانتم نجوم مبدعين. ننتظر منكم العطاء، ومننا لكم الدعم والدعاء، خصوصا عبد المحسن الرجل المثالي. شكرا يا خوله. وافيه يا خوله، هو الدعم. لا والله وجه اصله. جيبوا له مقطع، يبغى تصميم.
كم قمر انت كم يا مسلم يا الله ثمرت ثم ولت ثم انبتت ثم نبتت طيب انبتت نباتا طيبا وعم الخير للجميع. وفي هذه الايام تذكروا ان الايام تمشي بسرعه والوقت ما ينتظر احد. قدموا كل ما عندكم لا تنتظرون ضعوا لكم بصمات تبقى جمال اثرها. الله يبقى جمال اثرها. الله يا انجوت يا انجوت شكرا يا انجوت شكرا يا انجوت اهل عمان اهل عمان والله شكرا مليون مرحبا ومسهلا. طبعا كلهم قيمه هذا خيمه موقف. يا رب فطيح 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 امزح امزح هات شاي. مرحبا من سيد الله وجه الفطره. اي والله انها فطره النور. شو المسمه يا ربي خلقك رجول ليش ما تجيب؟ يعني اقرا يا نادر. نادر اقرا البراد شكله. انا ردي ما بروح تصميم ان شاء الله انه ما اقدر. خمسون يوما صنعت نجما أثبت نفسه خلال فترة وجيزة. إن أحدثكم عن صاحب الحضور الأول نادر العجمي، قصة نجاح بدأت في مايو لتصنع نجما أخذ من العقبات سلما لنجاح في نجاح، بذلك وصل إلى مبتغاه ولا يزال مكملا في درب الطموحات. ختاما تذكر أنك لست وحدك، فنحن هنا سندك الذي لا يميل عنك واليد التي لا ترتخي لحظة واحدة، فنحن لك ومعك دائما. تاجر لو من نقاطي تبقى لعادي بكرة حصير تاجر حد صابر صبرك علي الدنيا جاية اليوم نصير تجار. تاجر لو من نقاطي تبقى لعادي بكرة حصير تاجر حد صابر صبرك علي الدنيا جاية حنصير تجار. أهلي يوم الحلوي دار. بيض الله وجيهكم والله يطول عمركم والله العظيم. ثم والله نحن لولا الله ثم مبجى عندك وجودكم معنا ولا كان ما نسوي شيء. الله يجعلني والله بقى. تعال ابو سعود ابو سعود استاهل الطيب يا خربت. انا عندها هنا طاحوش احمد اوه يعني انه ما ادري ها احسب لنا وداع ادري هذا بالغلط يعني تراني ما ادري الشهر اردد مطلع براسي وعيده في لزوم اللي مقامه معتلي روس النوايه. صاحب من يوم خلق بهالعمر قلمه وليده تتقي من بطشه ام الغمد ومات القذايف. صيتها من الله صيتها من الله تعالى يبرق ويدوي رعيده ما جهل الا الضعيف اللي يتفزعها الكلايف. صيتها من الله تعالى يبرق ويدوي رعيده ما جهل الا الضعيف اللي يتفزعها الكلايف. كل فكره في مديحة من فضل ربي سديدة ما هي مثل الفكرة اللي يود تملك الطوايف. نس اللابة ما تهيبها المواقيف الشديدة من زمان السيف الأملح للبلاجيك النحايف. يا أحمد بن حنيف واسمك جمل أبيات القصيدة مثل ما فعلك يجمل كل غير مثل نايف. اشتي رمز للعرب لحس وهيبة لكل كتف اللابس مش سهلة مع ضيئة البشتي يا سهل الرجال الخير والطيبة مثل السحابة بالسماء بالخير مملية وحان وقته والاستديو وحان. الله يجعلني فداكم شخص شخص وصح لسانك يا ابو شاكر وجعلني والله ما عدمك. استحى هنا غمازة هذه حفرة مو غمازة. غيرتها لاني يا اخي من هنا ما تضبط يا اخي سيبني مني من نقره. اضحك ما نقره كذا ما تضحك.
وش قالوا شباب الاستديو؟ مشعل القحطاني يقول: الأول من الأولات تشاء أنت من البشائر قطرة، ويشاء ربك أن يغيثك بالمطر، والثانية من الثانيات هكذاب، والله إنه كذاب، والثالثة من الثالثات عليك هبة الله، والرابعة من الرابعات شفت الفرص صندوق اللي فوق سطح الفندق. أحمد حنيف يقول: يا بس يا سكني، ممكن تسكت؟ جميل العتيبي يقول فاء ميم: ضوء لمع وسط المدينة رسم نداء لنادينا، يظهر حين ويختفي حينا، تلك إشارة فاء ميم. سلمان ملهي يقول: اعطيني بيض وطماط حطيلي فوقه، بوطاط ماكو ماكو ماكو. معجب القحطاني يقول سي. محمد آل دنعه يقول: لترمي الجبل وانت حيد. الترجاوي عايض الحارثي يقول أبو علي بوه. محمد جابر يقول: يلا لا 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 وو. بسام عشق يقول: واحد واحد خمسة. نادر العجمي يقول: تبون كرك. سعود الحوشان يقول: اللي معك جوالي، بس اثبت انه جوالي. هادي ابن ربعه يقول: عشان كويتي وانتم سعوديين. علي عساف: والله ما نقدر نقول شي شجاع. كريم زعيم ذيب صنديد أسد. الله يسلمك. الله يشكره منك. لا لذيذ والله، تصميم لذيذ. عبد المحسن آل عبيد. آل عبيد يقول نقرة. نادر العجمي لذيذ. هذا الوقيف. تبون كرك الربع ولا؟ ايوه احلى واحد حقت بسام. واحد 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 تصريف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شخباركم طيبين؟ شلونكم؟ شخبارك يا خالي بسام؟ اشتقنا لك كثير، حتى من قلبي، حتى عشان قلبي يدق حتى. يا خالي بسام دمت بك، نتمنى لك الفوز، نتمنى لك المركز الأول على الناس. بسام بسام طيب خالص. بسام عنده عذر والله الإدارة داخل عند الإعداد، بس بنوصل له الرسالة. والله يحفظك. عنده إسقاط. أشهد أن بسام مجمل. أحلى لك، الله يطول في عمره. نشوفك إن شاء الله في البرنامج حق نيو ون أنت، لأنك والله أنك كفو. صب للضيف من ذا الدلالي لابن عمي وربعه وخوية، قل لهم مرحبا عد النجوم المضية. رب صدق أول قلت لي يا معاك. إذا بيسوي علي عساف عمل شيلة، والله صوته جميل والله. حال حال قوية. مش ياخذ الاول في كرفاه الاشاد. شوفوا خذاه مني وانا خاطري في الشاهي، وخذاه مني سام. الله لا يهينك يرحم والديك. وانا حزين. وانا حزين. سوي تمي سكر ليه تاخذه من يدي يا عبد الشاهي؟ انا وانجين واحسن. الف تريليون مبروك لصاحب الحصانة هذا الأسبوع مشعل قحطاني. مشعل صفقولة صح لأن هو الفايز. ألف مبروك الفانتسي الفضي لهذا الأسبوع للي أكل البندق مشعل قحطاني. ألف 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 مبروك المشعل قحطاني. ألف ألف مبروك من أجل برنامج الاستديو مشعل قحطاني. ألف مبروك مشعل قحطاني. ألف تريليون مليون مبروك المشعل قحطاني.
هنا كنت اسوق عليهم سام. شوي بس الله يجعلني فداكم بيض وجيكم. اول كل شيء الحمد لله على هذه الانجازات، والله يبيض وجيكم على دعم مشعل القحطاني ومرهي على الفوز من مشعل الجماهير. والله يجعلني فداك، هذا اللي قلته الكلام جاهزه. الله يجعلني فداك. وما ننسى امي يوم سحبت اذني قالت لا ترجع الا بالمركز الاول، باذن الله ما راجع الا بالمركز الاول باذن واحد احد. الله يجعلني فداك. يؤذن من يؤذن يا شباب؟ يلا تأذن. الله يكتب أجرك. شكرا للفقرة الجميلة. والله اي وأذن وارجع ويرجع برايفت. اي وي وأذن وارجع. خليها تحول الصورة الفقرة ذي جبارة باقي لين نروح. قولوا قولوا يا واحد يعطيك دافع معنوي. اي والله شكرا لهذه الفقره صراحه. اي والله والله لم يعطونا دافع معنوي يا اخوي بدل انك ما تدري ايش وضع الجمهور ايش وضع العالم فيجي يعلمك هني فيش بعدها تنطلق دافع معنوي. نعم الله يجعلنا والله فداكم وما قصرت ويجعلنا عند حسن الظن. اي واحد اي جوله. اي والله شك الله يرحم والديك. والله يجعلنا صوره حسنه ان شاء الله. سلام يا برايفت. ايوه يلي عليه الكلام. سلام يا الفقره اللي تاتي كل سبت. سبت هذه الفقرة اللي ننطلها بالعمام ولا علينا من اللي يرقد تحت التخت. التخت قلنا السبت لازم تقول تخت. اي كلام والله انها فقرة والله انها فقرة اللي ما فيها كلام اللي ما عليها كلام. وهذه الفقرة اللي ما عليها كلام هلا تجينا وحنا نص مربع فوق وتحت تحت سبت تخت عشان القف. ايش قاعد يقول الحين؟ لا والله والله خلاص خلاص شهر النسخة ترقب الإصدار الجديد. صح رجلي. يا الأول أذن. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. استغفر الله.
الله لا يوفق ابليسك. بسم الله الرحمن الرحيم. قل بسم الله، قل بسم الله. بسم الله على دمي ودسمي من الرحمن الرحيم. يدق بقوه، والله يدق بقوه. اخلعني البسه، البسه. اي والله بيض وجيكم. الو قيس، ودي اسالك كيف طيح كرسي عشان يبي تصاميم. جاك الثاني يبي تصاميم. كلنا الراجل. هذه بالربعة درس كويس ونعم. عيش وسعى في حياتك، في حياتك، وانا بسعى في حياتي. عيش وانسى ذكرياتك، ذكرياتك، وارسم احلامك البكرة. يصير اللي يصير، لازم نوصل للأخير، لازم نوصل للأخير. ألف مبروك الهادي بالربعة، مبروك للكويت هادي بالربعة، ألف مبروك لصاحب الصوت الجميل هادي بالربعة، ألف مبروك لدولة الكويت هادي. استاهل ابو راضي، راضي يا ابو راجع ان شاء الله، راضي يا ابو راجع. على اسم يا حبيبي جميل ابن نايف العتيبي، ونعم مواطن سعودي طموح شغوف مستمتع ايجابي لابعد درجه. عمره 25 سنه من سكان الوادي، انتقل للرياض مفرد حاله. الاسم الاول اللي رشحوه المتسابقين، الف الف مبروك يا جميل العتيبي. طيب عندي مني كيف جميل عتيبي السلام، كلهم متميزين، لكن انا اتكلم من اشخاص يعني لي ما شاء الله لهم يعني حضور وكاريزما. بسم الله عليك، والله الذي لا اله الا هو اللي قدريت كيف اول مره اني قدريت من الولد هذا داهي. مقاول النسخة. نقدم لماني كان تحقيقها شوف، ولا نخاف من السنين الثقيلة، والحمل ما تجزع من أوزانه كتوف، لصار بين قروب حطه وشيله على النقا بمصافح أرواح وكفوف. أخوان لو ما جمعتنا قبيلة لأماني كان تحقيقها شوف، ولا نخاف من السنين الثقيلة، هو الحمل ما تجزع من أوزانه كتوف، لصار بين قروم حطه وشيلة على النقاب مصافح أرواح وكفوف. أخوان لو ما جمعتنا قبيلة جمعنا على العز وطاعة ودفرقنا بجوج الله.
تجمعنا على العز والطاعة وان تفرقنا بجوج الله وساعة. خلاص خلاص يلا وجيكم يلا وجيكم استاهل. خصوصاً يوم إني ألعب. شكراً فيض الله وجهك. شكراً يا تغريد الله يهب ليش حظ. اللهم أمين. رجال أفعال صار الفعل فينا مدخل فرح صرنا لمن قلبه يعاني يا حلمنا يا ليت ما تكسى علينا حلمنا اللي كان مع كل الأماني الرجال أفعال وصار الفعل فينا مدخل فرح صرنا لمن قلبه يعاني يا حلمنا يا ليت ما تقسى علينا حلمنا اللي كان مع كل الأماني بحار تحرك الأشجان فينا وما في حدود البحرنا ولا في مواني الذكرى نحملها ونحن دايم علينا وشلون صرنا لنفسنا ذكرى زماني استاهل ابو علي استاهل عاد ابو علي ابوه الله يستاهل ابو علي ابوه شوف يدي ها ما تشوفها تعالني تعال جنب عبد المحسن والله ما ادري متحرك كاني اتكين تعال يا عبد الله وفرت امانة لا تخليني تعال ما حد درى تعال تعال الله عليك يا ضحيان كلام يا زلف كلام الزلف والله فهد الوقيس غادرت من تربه لتحقيق احلامك وطموحاتك خذت غمار تجربه جديده بعد مرور 55 يوما اثبتت لنا ان طاقتك لم تم وحضورك لا زال قويا ابداعك وامتيازك المتجدد وشغفك الذي لا نهاية هرتنا بمواهب عديدة استاهل فهد الوقيص نجم أسبوع أكثر انضباطا وحضورا وتفاعلا وكما قال المثل ما جاكم من السيل إلا لسانه نتمنى أن تبقى شعلة كما عهدناك وأن تحافظ على نقاطك وندعو الله التوفيق لك حتى يوم التسعين يا وجود الام يا ويلك من الله كيف تقدر على فراقي الله يبيض وجيكم اصبر عندي كان الله يبيض وجيكم ولا يخليني منكم وشكرا لك يا ثامر والله يجعل ذا الصوت ما يهمى وسلامتكم وتكفى بعض ابغى اطول الكاميرا لاني اتوتر يا بابا يعني ما ينقطع. أرحب يا بني. الموضوع بسيط يا عبد الله. أرحب. هات. قرب قرب. أي والله. بالله عطنا تغريد المنير. عطنا تغريد المنير. إيه أسطورة المنير. يبيها حمضيات. شخص جميل ولطيف. و. عمل بهذه القرية بكل روح لطيفة. فرن فرن جود دخول دخول. يلا يلا. مالك أنا. يا عمري إن شاء الله. شكرا. الله يا منير. الله يا منير. هب لي خبزة هب لك الله جميل
عطى صغير 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 عطى صغير هبول لا يسمع يعني انا اللي مسوي كلها يا عسيري يعني انت يعني انت شخصنا مع المدنين كلهم ولا كيف؟ والله اني احبكم جميعا والله اذكرك تطلع يوم 5 اليوم انا في وجه ها يا شبه قوس والخيل الجبوح الليلة العليا تفز وتطربي عز يا جمهور للعليا لحوح ما يبي غير الدنيا ما يبي ما يشبه قوس والخيل الجبوح الليلة العليا تفز وتطربي عز يا جمهور للعليا لحوح ما يبي غير الدنيا ما يبي يتف العز والعزم ابتداها ضفشته فوق شعبه واعتلابه واشرقت شمس النبى العزة سناها يا سلام قال يا ابو عشق تعبت روحي قوي بس على وجه الله يعني كمودي عندك عقوبة قوية الجوال اللي متصوت فيه انا ما عندي جوال قلت لك نصيحه لوجه الله قدام الناس لا تندم بعدين نصيحه لوجه الله الجوال اللي صورت معه اعطيه طيب صورت عندي انا ما عندي جوال لو عندي طلعت ما عندي محمد ما راح اكرر عليك الكلام انا نصيحه لوجه الله جبلها لكن نصيحه لوجه الله الجوال معك اعطيه عشان اخبط لو ما عندي جوال اعطيك اياه ما خليك تقوم اخر مره انا اقول لك راح تقوم انا عارف اللي مع جوالي اخبط يا محمد انا لو عندي جوال اعطيك اياه يا محمد انا اقول والله لا سبتك روح جيب الجوال غبي وافهم طيب بس ابو دنعه يا ابا العظمه دي كلها ابو دنعه يا ابا عيش حياتك لا تبالي الهدف سلم شاكر استاذ لا والله ابو شاكر ابو شاكر يقول بيض الله وجهكم وما قصرتوا الله يجعلنا فداكم نجاب سلام لحظه صمت ابو شاكر يقول الله يطول اعمالكم ما قصرتوا يعني ابو شاكر يا شباب خلف الباب وش اقول خلف الباب ابو صالح الله يعطيك العافيه والله انا ما لازم ابو لا مقطع اصلا نعي ستمر تكتمل نهاية حكايتنا معكم نبدأ بالجزء الأخير من هذه القصة نتمنى أن تكون طيلات الليالي المقبلة مليئة بالقصص الجميلة وذكريات المحبة التي لا تزول عن ذاكرة الجمهور ستمر الكاميرا عليكم تباعا وسنأخذ من كل شخص منكم بشكل سريع أفضل ذكرى عاشها في 60 يوم السابقة وشكرا لكم مقدمة مع تحيات فريق برايف السلام يقولون إيش عالسريع يلا يلا أفضل ذكرى يلا بابا أنت تمشي ودور أبدأ من عند فهد لا والله من عند مشعل والله من عندك يا امي لا تكفتك والله ما جهز شيء ما جهز شيء افضل ذكرى افضل ذكرى يوم انقبلت خلاص بيرجع افضل ذكرى يوم زارتنا نينا بنت اخوي مع خالي عبد الرحمن بس هذه اجمل ذكرى افضل ذكرى رساله امي الله يخليها افضل ذكرى يا ربع والله العظيم انها ما احمد سريع نجم افضل ذكرى زياره ابوي الله يطول الله يخليك
عبد المحسن. الله يحييكم تحية السيل، والله ان الايام كلها كانت جميله ورائعه بوجود اخواني، لكن كان من اجمل الايام فرحة اخواني معي في يوم اخذت بطل الكرنفال المره الاولى، والله فرحتهم حولي ووقفتهم جنبي انها تسوى عندي كنوز الصين والهند. ايوه انا لقيت، معجب تحت الطاوله، معجب تحت الطاوله، تعالي هنا هنا يا باضه، باضه هنا تحت تحت تحت. مشعل مشعل، افضل ذكرى يوم خذيت الحصان. الله الله السلام، وقت عرفت وراي جمهور فعلا. بيض الله حضرت حضرت ابشر كبابه هدي ورد ارجع ارجع هنا 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 نادر هنا هنا بابا بابا مش عليه هذا هذا بابا هنا هنا. افضل ذكرى اول ما افتتحوا اللي هو الكرنفال، اول واحد خذ المركز الاول انا. كفو كفو يا ابو سعود. بس مو انت الا لا، اول كرنفال انا ما اخذ المركز الاول. بطل ما له انت يعني، باقي معجب باقي معجب باقي معجب انا والله اني بعد باقي، لا والله باقي معجب. ابو ساره ابو ساره كبر مني والله اني بعد خلاص يا ولد والله كم يا حلايف واحد يتكلم وعالمكم اول ذكرى عند فهد القيس كبهم كلهم كلبهم كلهم الغزال زلف العزيزي العزيزي. افضل ذكرى افضل ذكرى مرت عليه قربي باضه حلاقه الناقة والحلاقة ومقطع ابوي وكل شيء يا كود من يحزم الساقة اهلا والزلف ايضا ومعجب والخشم الكبير عنده كلمة والخشم الكبير والحواجب يسحب عليك عاد بقول انا بيجي يعني انا عندي عندي افضل ذكرى يوم اني طلعت يوم دخلت بليجر وطلعوني يوم شالوني العيال هنا هذه ما ادري انك بترجع بس يعني تسوي حركات والله انك تستاهل انا تستاهل يا مهدي وينها؟ السلام عليكم. افضل ذكرى هي كل الايام حلوه لكن فيه يوم واحد فيه يوم واحد زارنا شخص اللي هو عم محمد دنعه اللي كفيف ذكرني بشخص عزيز علي متوفي فذاك اليوم جلست مع ذاك تحت البث منك كثير اخوه هذا افضل يوم يعني للحين ذكرني عمه شكرا لك افضل افضل ذكرى اذا طلعنا برنامج اتذكر ايامنا الحلوه هذه كلها. افضل ذكرى اذا طلعنا برنامج برايت وافضل وافضل ذكرى كذاب هو نجم البرايت كذاب 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 منافق برايت في قلبي انا نجم البرايفت عبد المحسن عزيري احمد حنيفه ما هذول مقطع عبد المحسن عزيري والله والله لو ما جابوا لي نجم البرايفت شباب هذا وقع انا بس ام عشق انا اتوقع ابو انا اتوقع انا اشوف احمد حنيف ابو مريم انا اشوف احمد حنيف احمد حنيف الا احمد حنيف طيب انا طالب فهد وقيس انا طالب هو من وقيس تبونها من الاخر انا طيب نجم شايفت فهد وقيس مش على فهد استاهل افضل حياه قال لا هو منا استاهل الزلف كسابه ايه من هنا طب اصبر اصبر خلنا نمر واحده نادر عجل مشعل نادر عجل لا كذا كذا راح تحرق كذا راح تحرقها قبل اسبوعين يمكن علي عساف علي عساف احمد حنيف ابو شاكر طيب عبد المحسن معجب مبروك هذا قياس عدل من حق الصلاه ضمن تقول من الطاوله داخل احد جالس طاوله شاكر داخل صح ايوه قال علي شاكر احرق عليكم احرق عليكم جميل تيمي احرق عليكم جميل بسام انا اقول جميل محمد الدنا استاذ بس يقول بس دا يقول لنا بسام عاشق علي عساف اغير يا مسلم جميل العتيبي هادي بن راضي محمد جابر محمد جابر عايد الحارثي هادي بالربعه خالد الجعدبي عرفت عرفت علي العساف قلنا علي العساف كلنا عود في الباب بعد الهلال فايز تجول الصلاة تسوق على خشم رجع 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 بس انا هبلك دعوة لو تبي سمعني نقطة لا هبلك دعوة هاي يلا نفضل والله خلي امي تدعي لك والله تجي لك دعوة من قبل عاد اليوم ابو صالح رايك يعني بيجيب لك دعاوي لا هو اذا روق يطلع فاصل والله يطلع فاصل يقول اروق يطلع فاصل جعل الفاصل في درجوله افضوا كل رديوة في رواقتك احمد والله لا خليه يطلع فاصل اليوم والله طيب مين وانا بخليك بالضبط اليوم الصبح بطلع لك فاصلين انا اقول عبد الرحمن عزيزي لك سالم الله يطلع فاصل يا رب يا رب يا رب
حسين يلعت والله. انا اقول مشعل استاهل والله. إيه ولا فهد رقص. انا ما هبتولي ولا جميل. ان كانك بتبلش بمرايف فتمت نجم عيوننا يا ابو محمد. ما كذب والله ابو عبيد صدق ما بتولى مطاب ولا نجم. والله انا من اليوم مهدد والله. الولد يقوم من الساعه 6 ل 6 ما انا زين. يستاهل ابو صالح. اعطوه يا اخي. يستاهل يستاهل ابو صالح. كان مبروك 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 انت. واحد من الداخل. سلمان لهي. واحد من الداخل. سلمان لهي. سلمان. اطلع يا ولد اطلع. الباب. سلمان. شكل اي واحد يطلع هو النجم. تعال اطلع يا ولد. سلمان لهي. كفو. بابا اقسم بالله اني اسف بس اني يعني احتفل اسف دخلت بدون ماي سحب ماي لاني انا غلطان استاهل انك تسحب ماي قال لك اطلع حط على الشيء الله يبيض وجهكم شكرا على نجم ابراهيم بسم الله حصانه ونجوم بيض الله وجهكم شكرا اقسم بالله ما اعرف اعبر والله العظيم كل كلمات اللغه العربيه لن توفيكم حقكم شكرا اي شكرا خلاص شكرا و بسوي لهم كذا يعني اخذت نجبره يلا الحركه هذه بس وشكرا لكم شكرا عيال تستاهل تستاهل والله تستاهل تستاهل يمشي كذا ارجي ولا لي يا من رجيت الا عظيم الرجال استغلت وضع الصدر هلا اباض عادي ادش شوي بس كذا احتفاليه بس ابو دقائق بس اذا اوكي اعطنا بس الله الزعل ايش سويت لي طيب دقيقه بس دقيقه بس دقيقه واحده بس دقيقه فوق تحت بين يسار دقيقه بس ثاني لونني ثاني جزء من الثاني بس نص دقيقه نص دقيقه نص نص 20 ثانيه طيب يمين يسار فوق تحت ايش سويت انت كارحك مره بوضي قل له بوضي 20 ثانيه دل مره عشاني انا فداك ما تقول فيها حرف ألا يدوى ألا لو طبت لي لا ولو فلا طبت عليد 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 حجل حجل ماذا بك تيود من صغار الأمور أهضاب وإذا قلت فيك تقول عينك على الزل دلنا وقبلنا وثاريك في المسراء أبا من يدور سهل واصطبها أله فلا طبت لي يدى ولو ويهك طاب عودها لمليتي ولا تخلف الملة ألا يدوى يا شاهي اليمر مع الوزاب ماذا ودك عبد أن ترضى العمر كله الله شيلو 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 لا 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 ماذا بدك يا عم شفت فارة بسرعة ما عندي ما عندي لك سيدة واحدة بس وش أبوي رباني يا ذلو يا تبوي شي شواش ها يلا وي ها سوي زوم علينا وعلى كمو خلاص وصلنا لكمو قلتوا علي كمو أبوي لو سمحت زوم شوية زوم شوية أبوي أبوي زوم لا تفهم معك
يقول هقاوينا مناكب كل قمة قمة وبهاماتنا للعز هامة هامة الضوء كل قايد للمهمة.